وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل من المغرب يسأل ويقول: ما عن صحة هذا القول وعن صحة نسبته للإمام مالك: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. يعني اللي يتفقه ولا يصبح صوفيا فيكون قد أصبح فاسقا. وأيضا هناك قول يقول: ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، إلى غير ذلك. نقول: هذا الكلام لا تصح نسبته إلى الإمام مالك أيها الكرام الفضلاء. من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. نقول: هذا الصنعة والكذب واضح عليه، لأنه فيه هذا السجع المذموم، والمتكلف هو غالبا من سجع الصوفية. وهذه المقولة كثرت عند المتأخرين في نسبتها للإمام مالك رحمه الله، وممن نسبها إليه العدوي في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر العزية في الفقه المالكي. ولا يوجد أبدا ما يفيد أيها الكرام الفضلاء صحة نسبة هذه المقولة للإمام مالك رحمه الله. وأيضا ما يدل أن هذه منحولة على الإمام مالك أن لفظ الصوفية هذا لم يكن معروفا في القرون الأولى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمع الفتاوى، وأبو الفرج بن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. وهذه المقولة إنما ينسبها بعض الصوفية لإبراهيم الدسوقي، وهو معروف من شيوخ الصوفية، وكتب الإمام مالك معروفة مثل الموطأ وما جمعه أسد بن الفرات والسحنون من الفتاوى التي أفتى بها الإمام مالك، وأيضا التي أخذت من ابن القاسم وهي التي تسمى بالمدونة الكبرى أو مدونة الإمام مالك، ولا يوجد فيها أبدا كلام عن التصوف. وأيضا مما ينحل على الأئمة ما ينحلونه في نسبة هذين البيتين للإمام الشافعي، يقول: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح، فذلك قاس لم يذق قلبه تقى، وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح، فذلك قاس لم يذق قلبه تقى، وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح. ثم من باب التأصيل العلمي، مصطلح التصوف هذا أول ما ظهر أيها الكرام الفضلاء إنما ظهر في منتصف القرن الثالث. وهذا المصطلح ما ظهر في القرن الأول ولا في القرن الثاني، وأبو هاشم الصوفي المتوفى سنة 62 و200 هو أول من أطلق عليه هذا اللقب، وهو من الذين عاصر الإمام أحمد رحمه الله، كما يحكي السراج في اللمع. فهذا من الأدلة التي تضاعف مثل هذه الرواية. والإمام مالك رحمه الله تفقه ولم يتصوف، فكيف يحكم على نفسه بالفسق؟ وأصحابه طلابه تلاميذه لم يتصوفوا، ولم ينقل عنهم أن أحدا منهم تصوف على كثرتهم وشهرتهم رحمة الله على الجميع. وأيضا ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير الذي جمع شتات المذهب صاحب الرسالة لم يتصوف، وكل الأئمة المعروفين بجمع الروايات أيضا لم يتصوفوا. فهذا كله يدل على الافتراء على الأئمة من هؤلاء الصوفية لكي يسوقوا لباطلهم ولأمورهم، فيقال إن هؤلاء الأئمة
كانوا على الصوفية، بل هؤلاء الأئمة كانوا من أهل السنة والجماعة، ولا علاقة لهم بالصوفية القبورية ولا بما يقعون فيه من الطواف حول القبور إلى غير ذلك. ولذلك مالك يقول رحمه الله: لا أكره لباس الصوف لمن لم يجد غيره، وأكرهه لمن يجد غيره، ولأن يخفي عمله أحب إلي. وكذلك كان شأن من مضى، وسئل الإمام مالك عن لباس الصوف الغليظ فقال: لا خير فيه ولا خير في الشهرة، ولو كان يلبسه تارة وينزعه أخرى لرجوت، يعني ما في مانع، فأما المواظب حتى يعرف به ويشتهر فلا أحبه. يقول القرطبي في المفهم على شرح مسلم: فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم هو القرطبي مالكي من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات المطربة، فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، يعني هذا مجمع على تحريمه، لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير ممن نسب إلى الخير وشهر بذكره، حتى عموا عن تحريم ذلك وعن فحشه، حتى قد ظهرت من كثير منهم عورات المجان والمجانين والصبيان، فيرقصون ويزقلون بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة كما يفعل أهل السفه والمجون، إلى غير ما قال، حتى قال: نعوذ بالله من البدع والفتن، ونسأله التوبة والمشي على السنن. هذا كلام الإمام القرطبي، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم في مثل هذه الأشياء. وأيضا روى أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري القاضي المالكي في المجالسة، قال: حدثنا أحمد قال أخبرنا ابن أبي الدنيا قال أخبرنا محمد بن سلام قال ابن السماك لأصحاب الصوف: والله لئن كان لباسكم وفقا لسرائركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليها، وإن كان مخالفا لقد كذبتم. وقال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال: سمعت النضر بن شميل يقول: قلت لبعض الصوفيين: تبيع جبتك الصوف؟ فقال: إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد؟ يعني كانت يعتبرون هذه مثل الشبكة التي يصطادون بها المغفلين من الناس، إلى غير ذلك. أيها الكرام الفضلاء، فالخلاصة رعاكم الله أن هذا القول لا ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، إنما هو كلها من الأقوال المنحولة، بل كان الإمام مالك رحمه الله من الذين يشددون النكير على الصوفية وأمثالهم، وكان صاحب سمت وسنة رحمه الله رحمة واسعة. ولولا الاختصار وأني آثرت الاختصار لنقلت لكم نقولا كثيرة في مثل هذا من أقوال الصوفية وغيرهم من أهل العلم، من أقوال المالكية وغير من أهل العلم في ذم هؤلاء الصوفية. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعلى الله على ذكره، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تم تحليل صوتيا في سحري الاثنين 47 من رجب الفرد الحرام لعام 44 هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ وارزقني برضا يا رب العالمين، يسر أمرنا واغفر ذنبنا، صلى الله عليه وسلم.